كل الخير ان شاء الله والصحه والعافيه. نذكركم من فقره قضيه الاسبوع، معنا الحمله التي قام بها شباب في الاونه الاخيره الايام الماضيه، هي سلام حمله السلام عليك يا رسول الله. حمله جزاهم الله خير شباب ناشطين واطلقوا هذه الحمله. معنا الشيخاني المحمد ولا نحوي، مهندس معماري، اهلا بك استاذي الشيخاني. مرحبا بك، شكرا جزيلا على قبول دعوتنا. شكرا لك انت ايضا. انت ما شاء الله مجود، تتبعنا ان شاء الله وآيات من ذكر الحكيم من عودنا دخول بكل سرور. شكرا. القرآن هو خير ما يفتتح به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. أولا ندخل شوية في الموضوع، شنو هي حملة السلام عليك رسول الله إياك عود المشاهد، ومن فضلك لا بالحسنية إياك عود ذاك. ما هو مشكلة. أولا شكرا أخي الكريم على هذه الفرصة وهذه الاستضافة. شكرا على وجهك. اسمح لي أولا أن أتوجه بكل جلال وبكل هيبة وبكل خشوع وبكل تقدير وبكل إجلال وإكبار وإعظام إلى من أمرنا بالصلاة والسلام عليه، يقول له السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها الشفيع، السلام عليك أيها البشير، السلام عليك وعلى آلك وصحبك أجمعين. يا نبي الهدى عليك السلام، بشذاه تضوع الياسمين. قبل أن أدخل في تعريف بالحملة، اسمح لي أنا أيضا نبارك للشاعر محمد الدومو بفوزه، ونبارك لجميع الموريتانيين بفوزهم في هذه المرتبة. طبعا كنا نود ونتمنى أن تعود المرتبة الأولى له، لكن حصل خير. هلا فمشي. أكيد أكيد. حملة السلام عليك يا رسول الله هي حملة ليس لها من الأهداف والغايات إلا نشر عبارة السلام عليك يا رسول الله. أنت تعلم أخي الكريم، سعدنا أنه في الآونة الأخيرة وراء هذه الحملات الإساءة اللي حصلت في الإعلام الغربي للنبي صلى الله عليه وسلم، دائما كلما حصلت إساءة إلا وكانت ردت فعلنا نحن المسلمين. اسمح لي، دائما اللي تدخل الإساءة لو تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم في الإعلام الغربي، نحن المسلمين ردت فعلنا تعود دائما آنية مؤقتة وغير عقلانية وغير مضبوطة، دائما تحكم الانفعالات والعواطف. طبعا هي عواطف نبيلة ومسوغة، إلا أن في مثل هذه الأمور لا بد من ياسر من الضبط ومن ياسر الحكمة تماما. ردت فعلنا هذه الآنية اللي ساعة ولا ساعتين من المظاهرات جعلت المستهزئين يعرفوا النبي لا نفس طويل، أن لا نتقن ردة الفعل، أن لا يعدلوا إساءتهم، أن الظاهر ساعة ولا ساعتين وتوفى المردة ويرجعوا من يعدلوه. فكرة الحملة اللي عندنا هي أن نرفع شعار واحد، شعار دائم وبجميع أساليب التعبير الممكنة، ياك يعود ردة فعل عقلانية على أي إساءة، خلقت إساءة ولا ما خلقت، إحنا ما قدرنا. إحنا مهم عندنا أن إساءتهم هما نردوه بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتوجه إليه، نستشعر أن بين يديه، نستحضر خلقه، نستحضر هديه، نعظمه، ننزهه بما نزهه به ربه. شعار لهذا طبعا هو شعار السلام عليك. السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحملة فكرتها تبناوها، تميتوا أن تبنيت فكرة، من هم الأشخاص اللي تتبنى؟ فيه مجموعة من الشباب لديهم حماس، لديهم، نتمنى أن تكون لديهم، طبعا هذا شرف كبير ما قد حد يدعاه، محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤلم أنك تشوف الإساءة تتكرر وأن المسلمين لا يردون عليها إلا مدة ساعة ولا ساعتين. نحن نريد نخلو رد مستمر حتى يكون رادع. تماما تماما. خلقت إساءة ولا ما خلقت ما قدرنا، نحن صادقين على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كيف نكر عليه الباب، نريد أن ندخل عليه. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم. عنده طبعا بعد في الوطن هون وتتحرك فعلا ذا هو. شنو صدى للحملة؟ وكان فيم دعم، كانكم تحتاجوا الدعم، عندكم أعمال تحتاج دعم، كانكم تلقيتوا دعم والله ما لا أبدا. الدعم المادي، الدعم المالي لا نريده.
لأن الحملة ميزتها أنها لا تحتاج إلى دعم مادي، نحتاج دعم لوجستيكي فعلاً، فيه الشركات، فيه وسائل إعلام، فيها رواجيش، ساعدونا يقر، ساعدونا لوجستيكياً، دعم المادي نرفضه بتاتاً. من هذا الشعار اللي أضعه وتضعه أنت أيضاً، هذا المتطوع لنا به الشركة جزاها الله خيراً بأعداد كبيرة منه، فيها رواجيش آخرين يتطوعوا بمرصقات، مطبوعات وغير ذلك. الحملة جبرنا تجاوب كبير، تجاوب كبير جداً، وبالمناسبة بالمناسبة ما نعرف كانك ملاحظ أن الشعار أنه قصير. صحيح. هذا نحن قاصدينه، إياك يعود كل حد يقد يقول هذا الشعار له. أنا أعرف أطفال صغار عندهم 4 سنوات 3 سنوات يحفظون هذا الشعار بدون صعوبة بدون تكلف ويرددونه ويتغنون به يوميا. صابرهم تحاولوا تستمروا فيه أن يعود عندها بعد دولي بالعالم الإسلامي. يعني تماما الهدف الأول عندنا هو أننا نلبس نواكشوط حلة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتم إنقاذ نواكشوط مدينة ناطقة بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتمنى نطمح إلى أن تمتد إلى داخل موريتانيا إلى خارجها، والحملة ما هي حملة مؤقتة، ما هي حملة آنية، هذا مشروع عمر. نتمنى أن نبني أعمارنا في هذه الحملة الله. وإحنا إن شاء الله نواصل معكم الدرب وأيضا جزء من الحملة إن شاء الله. الله لهذا واجب كل مؤمن كل مسلم إنه يسلم على رسول الله ويرد على هؤلاء الأعداء برد الحق. أعطونا متصل. أعطونا متصل. ألو. بين معي جهاز المتصل. قلتوا عنكم تحاولوا فهم الاجتماعات، تحاولوا كانوا تشكلوا لجان تعود ولو تعود رابطة مثلا طلاب في تونس، طلاب في الجزائر، طلاب المغرب، تحسوهم ويتبناوا الفكرة وعودهم أيضا عاملين عليها تجبر صداها. جميل جميل فعلا الحملة أردنا أن يعود لها طابع شعبي، طابع عفوي، لكن هذا لا يمنع أن من بين الأهداف اللي عندنا أن نشكله مستقبلا شيء ما يسمى بنادي السلام يشرف على رعاية هذه الحملة وتنفيذها. وطبعا اتصلنا على مجموعة من الطلاب في قاموا بنشاطات مؤخرا في دول الخارج. طبعا نحن ندور المقصود نبدأ به هو الأول بلي فاصل فيه هنين أكيد هكذا. اسمح لي شوي نرجع للعبارة السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك رسول. هذا الشعار له هذه جملة كاملة تامة غير منقوصة رفعها الحجر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي وإني لا أعرفه الآن. ما في صحابي وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا وسلم عليه بهذه العبارة. عبد الله بن عمر كان عندما يقف أمام الروضة الشريفة يقول هذه العبارة السلام عليك يا رسول الله. الحسن بن علي يقال أنه سمع مرة أحد من الزوار النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه العبارة، قال له يا هذا أنت ورجل بالأندلس سواء. يدور يقول له أرناك تبعد اللي سلمتهم وواحد أخر في الأندلس كانوا سياني مهما بعدت المسافة أو قربت وسلامك واصل والنبي صلى الله عليه وسلم سيرد عليك. السلام عليك رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يرجع ياك ما تعود لقضية فيها صعوبة شوي تحتاج كيف قلت مادة لأن تعود همكم تتمدوا بلجان ترسلوها أنتم والله أشياء لكن يعود فيها صعوبة شوي. فيه طلاب الحمد لله وفي جاليات موريتانية مستعدة لفعل الخير مستعدة للتعاطي. أكيد أكيد تحسس وتوف تعود تتبنى هي الفكرة تصيب شوي من وقتها العمل على أكيد الجهود اللي تقوم أنتم بها تصدروا لي منها 5% ولا 10% تقوم بجهود. ميزة حملتنا أيضا أن كل حد يتحدث باسمها. أنا هنا لا محدني واحد من هؤلاء الذين يمثلونها. لا تحتكرون هذيك. لا أبدا. صابركم بالسلام على رسول الله. ما يقد حد يحتكر. أبدا. درت عود الحملة جبرت إنتاجات أدبية. أكيد. بلاجميد بدل مغني هو مغني قالوا يقولوا السابق وجابر دهري. مغني كانوا يقولوا مدح نبي صلى الله عليه وسلم لا سيما جبر له موجب وفي كل وقت موجب خلاص لنا شيء من إنتاج. الله الله. القاف الأول اللي نمشي طبعا بتسلسل الزمني. القاف الأول اللي قال في الحملة قاف الأديب الشاب محمد فارو السيدين. سيدين تحية طبعا صديق وزميل الأديب محمد فار تحية كاملة إياك ما أنت من حيي معه إذا طبعا أصدقاء وزملاء ودباك وهون هو القدر من زملاء كذا. محمد فار قال تمو للي فات كلامه مولانا زكاه علاه قولوا يا الناس السلام عليك يا رسول الله. من اللي قال فيها أيضا قافل الأستاذ عبد الله يقول لك شممت قلت ما تعرفه قال شعار المسلم قدامه واضح له وكبير بمعناه لك شعار السلام عليك يا رسول الله. الأستاذ محمد لمين والأحمد دية قال طلع غاية في الروعة في الجمال قال نور الكون وبدر تمامه عين الرحمة معلوم الجاه شفيع الناس السلام عليك يا رسول الله. يا باب الدين ومفتاحه يا ضو العلم ومصباحه أصحاب الكرم وقرواحه يا حمار العدل ومغزاه يعمود الخلق وسراحه يركيزة الإسلام ومعناه نور الكون وبدر تمامه عين الرحمة معلوم الجاه
شفيع الناس. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم. في طلعة أيضا للأديب الشاب تاهو البتة قال: قرة عينينا نبينا نفدوه بدم رقابينا وبعينينا وهالينا نفدوه بالمال وبالجاه كردبينا بالبينة شور الله طريق النجاة ومقامه وغير ما حامه ممن شاه لا خضح ذا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. تكهت فيها أيضا صل الآن خلوا الشباب ونقيسوا الكبار. الأستاذ محمد والسيدي الملقب بدنا الأديب والإعلام المعروف بدنا قال أولا طلعة طبعا طويلة نسبيا اللي نقرأ منها شوي. قال: قايل ما حد حي فقاف أنا مولاه السلام علي كيا رسول الله. إليني يقول فيها: يا ربي لك الحمد اللي بك موحد ونشهد عن محمد بك الدين رعاه وعنه بلغ نشهد اللي مرسول معاه بالإسلام السلام شعاره الإسلام والمسلم لا شفناه سلم دمايل تام غريبة لألمنا. الأديب محمد الهدار شفاه الله كان حينها كان في باريس وبلغته هذه الطلعة وعلق عليها قال: مصلي عليك ما تتذكر اللي نقول بعد قد اللي قطس يد من حد يا محمد مصلي عليك قد اللي قطس يد من حد وقد اللي خلق الإله كذاش بعد تراب واسمه يقول بعد انت رسول السعد وانت رسول الجاه وانت رسول العقد وانت رسول الله والقاف اللي يرتد قالوا واحد فغناه علي يدل علي يدل انقد اندل وعدت له قايل ما حد يحي فقاف انا مولاه السلام عليك يا رسول الله. زين حد متصل عندنا ان شاء الله الانتاج. السلام عليكم. السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو تفضلي اختي الكريمه انا سامعك تفضلي. السلام عليكم. الو مرحبا انا اراني شاكره اسمعي. الو شاكر انت سيدي عبد الله وشاكر يا زميل اللي معاك. شكرا جزيلا. شاكر. شكرا جزيلا. احنا شاكرين اتصالك. قناة الوطنية كاملة. شكرا جزيلا لك اختي الكريمة واحنا شاكرين اتصالك وشاكرين جميع مشاهدينا. لنا متصل اخر. السلام عليكم. الو. تفضلي اختي الكريمة. مرحبتي بك. ها ما شاء الله برام زين على الدرو ولا ياسر رقوقكم. شكرا جزيلا شكرا جزيلا الله يجازيك. أنا تصيلة من روسة. مرحبتي بيك تحية لك تحية للرسول الموريتاني كاملين. ميم وسيسات محمد زال وراني مسلمة على ضيفك. شكرا جزيلا. شاكرت وكنت نقول لقنا والله الشعر نقول ليش يا غري واجع الناس الحولي غري وانا زين عندي ما شاء الله. هذا كافي من لقنا والشعر هذا قلتي ما شاء الله الله يجازيك شكرا جزيلا. ما شاء الله أغنى. مرحبا شكرا جزيلا مرحبتي بيك. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم. السلام عليه وعلى اله واصحابه حضره الصلاه والسلام. لا جميل اعطينا متصل اخر. الو الو سعد الحلا. ما شاء الله الحمد لله بخير. بخير الحمد لله ما شاء الله احوال طيبه. الو سعدنا اخي انا سامعك تفضل مرحبتي بك. الحلا الحمد لله بخير. كيف حالك؟ كل شيء بخير الحمد لله ما شاء الله تفضل. شاكرك على البرنامج. الله يجازيك وانا شاكرك على الاتصال. معك متصل من الملاح. تحيه لك تحيه لاهل الملاح الماكشوط والموريتاني كاملين. ثم الملاح ما خفوا عليكم شاريتات حتى. شاكر بليد معك. شكرا جزيلا لك اخي الكريم احنا شاكرين اتصالك شكرا جزيلا. مرحبا بك سهل. شكرا جزيلا. ان شاء الله يخفوا عليكم البرايق قاعد يجيكم الموعد ما تدري. شكرا جزيلا اخي الكريم مرحبتي بك سهلا. نرجع للانتاج الادب الله نرجع ايضا للاستاذ محمد بن السيدي النشيد المعروف صلاه ربي مع السلام الشيخ محمد اليدالي رحمه الله. بدلنا نسجى شيء شابه له. قال: قلت بشفتي لمن فاق علاه السلام علي كيا رسول الله. طبعا نشيد طويل 28 مقطع كل مقطع ينتهي بحرف من الحروف الأبجدية. يقول فيها: بالدين أبدأ فهو المبتدأ بدءا والمبدأ رؤاي من رؤاه جاء في الكتب به كل نبي
لبي عربي بيد الله حبا، يلي نقول في نهايته بلغ منتهى ومبلغ البهاء، لما تنزه بمنتهى بها ما لي إذا غوى واتبع الهوى غاو فمرعوى، بملجأ سوى خير بني لؤي غوث لكل شيء وميت وحي، به سر الحياة قلت بشفتي لمن فقع لها. السلام عليك يا رسول الله. فيه طبعا جيفان، وصلتنا جيفان كثيرة قرماني، فيه بعضها لا أعرف أسماء أصحابه. عندي بعد هنا جيفان الأستاذ حسني والشاش، قال نبينا نحن قدامه وراه نموت وما خلاها رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. الأستاذ والفقيه محمد بن الحاج يقول كل القلوب إليك في شدة تلاهي، السلام عليك يا رسول الله. دعني أختم بهذه الطلعة القصيرة للأستاذ والخبير التربوي أحمد المقري. تفضل. قال عليك يا رسول الله من السلام السلام، واللي عن ذاك الله أعماه يا سلام والسلام. أنت هو مول المقام المحمود ومول التقدام، للشفاعة يوم ازدحام الخلق الخاسر تخمام، ما قدم شيء غير القدام مغرش عنا قدامه، بجاهك من باب السلام ندخل ونقول السلام عليك يا رسول الله. طبعا الإشارة أحمد المقاري عايد من هالمدينة المنورة، وهالمدينة يعرفوا معنا هذه العبارة أكثر. السلام عليك يا رسول الله. شكرا جزيلا. أعطونا متصل. حياك الله أستاذنا. حياك الله أخي الكريم، مرحبا. معك محمد عبد الله. مرحبا بك زميل محمد عبد الله. حركة لباس. حياك الله، راني شاكرك للتقديم الرائع. شكرا. أشكر أيضا ضيف على هذه المبادرة التي تأتي في ظرف زمني نعاني كثيرا من الحملات الصليبية والحملات الغربية التي تمس من مصطفى عليه الصلاة والسلام. أريد فقط أن أعقب خلال هذه الكلمة أننا نقف معه ونتحرك بإذن الله تعالى لدعم هذه المبادرة ولن نبخل. شكرا جزيلا. يمكن أن نقدمه و نطلب منهم أن يكثروا من هذه الأنشطة ومن مثل هذه المبادرات. وأيضا نشكر شكرا جزيلا أخي الكريم القناة على هذه الأفكار وعلى هذا البرنامج الرائع. شكرا جزيلا أخي الكريم، الله يجزيك. وعرض كثير من المواد. مرحبا بك. ومن المبادرات الجيدة. شكرا جزيلا أخي الكريم، شرفتنا باتصالك. أعطينا متصل آخر. ألو. الو تفضل. الو تفضل اخي، مرحبا بك. الو يا شباب. الحمد لله ما شاء الله بخير، مرحبا وسهلا. مرحبا بك وسهلا. مرحبا وسهلا. انا شايف البرنامج جديد. شكرا جزيلا اخي الكريم. لا ليل وحده. مباركين للساعد حق، احنا مولين مباركين له. شكرا جزيلا. ياك الصيد اللي زلك نقول احكي لنا شو هو ان شاء الله. شي شيء اللي هو لو قال لك احكي لي ان شاء الله. وقال لك تحكي شيء لك انت. ما بس انا بضاعتي مزجات في الاغنى. ايه لا عندك انا لا نجمع عندك. نجمع بعد الاغنى نجمع. ايه وقو احكي لنا شيء لك انت. قال لك مزجات. انا احيانا اكتب بعض النثر احيانا مولي تنظم انا اللي ما باسك ما يلا يكبر علي الشهود. لا امامي هون نص هو الخاتمة لمذكرات كتبتها بعد زيارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد إذنك اسمح لي نقرأ هذا النص. أرى بعض الموظفات وهن يتحركن جيئة وذهابا وكأنه لا هدف لهن. بمكان آخر يمكن رؤية ضباط الجمرك وهم ينتظرون المسافرين لكي يسألوهم إن كانوا يحملون سجائر أو نقودا. الموسيقى الهادئة الحزينة تصدح في المكان في لا تناغم مع حركة المسافرين. اللافتات الإلكترونية تعلن عن مواقيت الرحلات إلى إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة ودول أخرى. ذكرتني هذه المشاهد بأخرى تناقضها تماما. تذكرت المدينة المنورة، استحضرت صورة الحرم المدني وأنا أراه من فوق أحد المرتفعات الجبلية، لا شيء يماثله في الجمال. تذكرت إمام الحرم وهو يقرأ في صلاة الفجر فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. تجسدت أمامي مظلات الحرم وهي تنفتح ببطء لكي تمنع حرارة الشمس عن المصلين. تذكرت البيتين المنقوشين على أساطين المواجهة الشريفة، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. مثلت أمامي الكلمات المكتوبة على الشباك، هنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا السلام على أبي بكر رضي الله عنه، هنا السلام على عمر رضي الله عنه. رضي الله عنه. تتابعت هذه الصور أمام عيني، فما كان مني إلا أن غطيت وجهي بكفي وتركت دموعي تنهمر كيف ما تشاء. اللهم صلي وسلم على الحبيب. اللهم رائع.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر عليه شيء معزز وسابق مولى جابر الدهري صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم الصلاه وتمام التسليم. كلمه اخيره وقت مات لمن يسر. اولا لابد ان نشكرك ونشكرك على الوطنيه ونحيي برنامجك هذا الرائع. شكرا جزيلا. لا اشبه له شيء هو سلادة لينقال. شكرا. شوي من كل شيء. شكرا جزيلا اخي الكريم. الكلمه الاخيره اللي لينقول هي ابيات الامام البوصيري رحمه الله عليه. البوصيري قال يوصف مجيته للروضه قال فحطتنا الرحال حيث يحط الوزر عنا وترفع الحوباء وقرأنا السلام أكرم خلق الله من حيث يسمع الإقراء ووجمنا من المهابة حتى لا كلام منا ولا إيماء ورجعنا وللقلوب التفاتات وللجسوم انحناء يا أبا القاسم الذي ضمن إقسامي عليه مدح له وثناء فسلام عليك يترى من الله وتبقى به لك البأواء وسلام من كل ما خلق الله لتحيا بذكرك الأملاء وسلام عليك منك فما غيرك منه السلام كفاء وصلاة كالمسك تحمله مني شمال إليك أو نكباء وسلام على ضريحك تخضل به منه تربة وعساء وثناء قدمت بين يدي نجواي إذ لم يكن لدي ثراء ما أقام الصلاة من عبد الله وقامت بربها الأشياء. بيت القصيد هون وقوله وسلام عليك منك اللي نقدر نقول اللي قال البوصيري هون هو أنه مهما سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما رددنا السلام عليه هذا لا يفي بحق السلام عليه لا يؤدي حق السلام عليه إلا سلامه هو على نفسه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام. شكرا جزيلا لك شيخاني محمد النحوي على هذه قبول دعوتنا ولمجيكنا وعلى هذه بصراحة المعلومات الوافية. كلنا جنود في حملة السلام عليك يا رسول الله وهذا شيء بلا جميل قطعا. شكرا جزيلا.